احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان كثير من العاملين بالزراعة بيقولوا المكاسب ضئيلة، فلا بد ان احنا نغير النظام ان يكون عندنا سلسلة قيمة متكاملة. انا ما بزرعش بس، انا بزرع، انا بصنع، انا بعمل تسويق صحيح ومنظومة كاملة، واشوف الطبيعة هنا بتعمل ايه. الطبيعة ما بتستخدمش مواد كيماوية او مواد خارجية بندخلها في النظام. الطبيعة بتنظم نفسها بنفسها، النظام اللي في الطبيعة فيه اتزان، واحنا لازم نتجه الى هذا. فانا لو عملت زراعة متكاملة مستدامة معناها انا لو عندي استزراع اسماك وتربية حيوانات، انا باخد المواد العضوية من استزراع الاسماك وتربية الحيوانات وبستخدمها بدل الاسمدة الكيماوية، بستخدم سماد عضوي وبزرع بيه، وبزرع بيه انواع مختلفة، يكون عندي فاكهة، خضار، محاصيل حقلية وما الى اخره. ولازم يكون عند ما فيش حاجة اسمها فضلات، الفضلات الزراعية دي في منتهى الاهمية. انا اقدر استخدمها ان هي تقلل المية، ان انا اغطي بيها الارض هتقلل لي المية، بتحتفظ برطوبة الارض ورطوبة النباتات. فانا احنا هنا بنتكلم عن نظام ما يسمى صفر نافيات، ما عنديش اي نافيات خارجة من هذا النظام، وبالتالي انا بقلل ايضا استخدامي للمية. لازم نتجه الى استخدام الزراعات العضوية، واحنا كلنا سمعنا عن الزراعات العضوية. احنا لازم نفكر ايضا في صحة الانسان والاضرار اللي بتتم عن طريق استخدامنا الخاطئ للكيماويات، والاضرار اللي احنا بنسببها بالنظم الخاطئة لنا، لصحة الانسان وللبيئة، ولابد ان احنا نحسن من هذا.